في الساعات الأخيرة حصل ارتباك واضح في السوق السوداء للدولار، والمضاربين وتجار العملة اختفوا تماما، وتنفيذ عمليات البيع والشراء تراجع بشكل ملحوظ. حتى صفحات السوشيال ميديا اللي بتهتم بتداول العملات الأجنبية الأدمن بتوعها اختفوا، مفيش تحديثات بتتم لأسعار العملات. فترى اللي بيحصل في كواليس سوق الصرف الموازية، ايه علاقة اللي بيحصل بالضربات الأمنية اللي بتعملها الأجهزة الأمنية للقبض على المتورطين في تداول النقد الأجنبي خارج الأسواق الرسمية؟ هل هنشوف قريب نهاية السوق السوداء في مصر؟ بانكير، نبض البنوك. الأجهزة الرقابية والأمنية نشطة جدا في الأيام الأخيرة، بترصد وتتابع كل كبيرة وصغيرة بتحصل في سوق صرف العملات الأجنبية، وبدأت تلاحق المضاربين وتجار العملة اللي بيضربوا على الدولار واللي بيتلاعبوا بسعر العملة الأمريكية وخلوا سعرها يوصل لحدود 30 جنيه، وده طبعا سعر مش عادل ولا حقيقي ولا بيعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري، لكن طبعا تجار العملة بيستغلوا أزمة نقص الدولار وبيحاولوا يحققوا أكبر قدر من المكسب. طب الأجهزة عملت إيه علشان تواجه ده؟ في تحركات بتتم في أكتر من اتجاه. أولاً على صفحات التواصل الاجتماعي اللي بتنشر أخبار السوق السوداء والتجار المنتشرين لشراء العملة الأجنبية، ودول تم رصد عدد كبير منهم، والأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة من تجار العملة والمتورطين في تداول النقد الأجنبي خارج البنوك، وتم ضبط كمية كبيرة من الدولارات مع المقبوض عليهم. في كمان تحرك بيتم على الأرض لرصد الحيتان الكبار والقبض عليهم، وكلنا شفنا وتابعنا أخبار القبض على واحد من كبار حيتان الصاغة والذهب المتورط في تجارة العملة وفي إشعال أزمة الدولار. حد ممكن يسأل ويقول والدولارات اللي بيتم ضبطها بتروح فين؟ ده سؤال مهم جدا، وعلشان الناس تكون مطمنة في قانون بينظم عملية التعامل مع المضبوطات والأحراس في قضايا العملة وغسل الأموال وتجارة المخدرات والأثار، وأي مبالغ بيتم ضبطها بيتم التعامل معها وفقا للقانون ومن خلال محاضر الضبط الرسمية. وفي حالة دولارات السوق السوداء، المبالغ المضبوطة بيتم تسليمها للجهات المعنية في البنك المركزي وبتدخل في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. هل الملاحقات اللي بتتم ممكن تقضي على السوق السوداء للدولار في مصر؟ اللي بيحصل ما بين الحكومة والمضاربين وتجار العملة بيشبه لعبة القط والفار، طول الوقت في شد وجذب بين الطرفين. الدولة بتحاول تسيطر وتقضي نهائيا على السوق السوداء، وتجار العملة وحيتان الدولار بيحاولوا يرجعوا ويمارسوا ألعابهم ويحققوا ثروات كبيرة، لكن الدولة بتضرب بإيد من حديد ومش هتسيب حد وكله هيتحاسب. طب الدولة هتعمل ايه في موضوع تراجع تحويلات المصريين من الخارج؟ الحقيقة ده واحد من أصعب الملفات اللي بتتعامل معها الدولة، ومصر في آخر سنة خسرت 10 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، سيطرت عليها عصابات الدولار، وعشان كده في توجيهات من القيادة السياسية بإغلاق الملف ده في أسرع وقت ممكن، بس المواجهة الأمنية لوحدها مش كفاية في الملف ده لأن المعركة انتقلت برا مصر. وعشان كده البنك المركزي هو اللي بيدير المسألة من خلال أدوات السياسة النقدية والأوعية الإدخارية اللي هيطرحها خلال أيام قليلة، وهتكون فيها عوائد كبيرة وشهادات بالدولار وحوافز غير مسبوقة لاستعادة ثقة المصريين في الخارج وإعادتهم لإرسال تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية من خلال القطاع المصرفي بدل سرقتها من عصابات الدولار وإعادة ضخها في السوق السوداء. أنا أشرفة أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.